مرة أخرى نرحب بكم مشاهدينا من استديو بيت للكل من ماسبيرو القاهرة، ومرة أخرى نجدد الترحاب في الاستديو بالكابتن إمام عبد العال. فاسمح لنا كابتن، رح ننتقل الآن لبلاد الرافدين، للعراق الشقيق. مشاهدينا، معنا الآن من القناة العراقية الزميل الإعلامي المتخصص في البرامج الرياضية محمد صبري. مساء الخير. مساء الخير دكتورة لنا، مساء الخير لكل الزملاء في الاستوديو، ومساء الخير لمشاهدي ومتابعي برنامج بيت الكل. أهلا وسهلا فيك. يمكن أكيد بيت للكل بكل فريقه بيجدد مرة أخرى الاحترام والتقدير لبلاد الرافدين، للعراق قيادة وشعبا، وأيضا مرة أخرى يعني من حي هذا التدريب وهذا أيضا التجهيز لهذا الحدث. لكن سأترك لك أيضا أن تصف لنا التفاصيل لهذا الحدث الهام، كيف كان من الاستعدادات، من الجمهور، من الفرق اللي شاركت، فهذا تخصصك كمذيع ومعد ومقدم أيضا للبرامج الرياضية، تفضل. تحية مرة ثانية لك دكتورة لنا. الكل يعرف بأن العراق بعيد عن استضافة أي بطولة، إن كانت قارية أو إن كانت إقليمية وإن كانت عالمية، وذلك من خلال أكثر من 40 عام حتى هذه اللحظة التي استضاف بها العراق ومدينة البصرة خليجي 25. هذه الاستضافة وهذه البطولة جاءت بصورة استثنائية على جميع الأصعدة، منها الجانب الرئيسي، جانب التنظيم الذي جاء في هذه البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية، والذي اتفق جميع من حضر إلى مدينة البصرة من الزملاء الإعلاميين في دول الخليج، من الوفود التي جاءت إلى المدينة، من الجماهير التي حضرت المباريات، بأن تنظيم هذه البطولة جاء على مستوى عالي واستثنائي بالنسبة للعراق الذي لم ينظم بطولة على هذا المستوى منذ أكثر من 40 عام، وبالتالي كل الارتياح شاهدناه على كل من حضر إلى مدينة البصرة لمشاهدة مباريات خليجي 25. هذه البطولة قد تكون هي مفتاح للعراق للدخول إلى البطولات المقبلة، إن كانت قارية أو يعني أو عالمية أو حتى إقليمية. عملية التنظيم التي تحدثنا عنها قد جاءت مبهرة ومفاجئة لكل من شاهد هذه البطولة. على مستوى الجماهيري، الجماهير الحاضرة إلى مدينة البصرة من كل دول الخليج أو من كل محافظات العراق وجدت ترحابا كبيرا من البصرة والناس. جميل. في البصرة الكل فتح أبواب بيوته، فتح الفنادق. جميل. كل الأمور. أنا طبعا حضرتك مخصصة لهذه الجماهير. جميل. اولا بحيي حضرتك، واحنا سعداء اولا ب يعني هذه هذه الاستضافه الكرويه، ولكن كمان اعتقد احنا عندنا كل الشعور بما تشعر به العراق، يعني جمهور وشعب ومنتخب. وهنا اسمح لي اسال حضرتك بصفتك بقى كمان الاعلامي اللي بيشاهد كل المباريات سواء العربيه او العالميه، كيف ترى منتخب العراق بعد غياب 43 عام عن التمثيل في أرضه، أنه يبقى موجود على أرضه وسط جمهوره، ويبقى هو يعني الضيف اللي بيستضيف كمان كل المنتخبات العربية في كأس الخليج؟ صف لي منتخب العراق. بداية دعينا نتحدث عن جزئية قد تكون غائبة عن الجميع. لو شاهدنا مباريات بطولة خليجي 25، إن كان العراق طرفا في المباراة أو لم يكن طرفا في المباراة، فإن الملعب يكون مليء بالجماهير، يعني قد يكون ممتلئ عن آخره بكل الجماهير في جميع المباريات، ليس فقط في مباريات المنتخب العراقي. أما بالنسبة للمنتخب العراقي بعد هذه الفترة الطويلة التي غاب بها المنتخب العراقي عن المباريات التي قد تكون في هكذا بطولات أو بطولات رسمية عن الحضور الجماهيري، ترى بأن اللاعب يريد أن يقدم شيء لكل هذه الجماهير التي جاءت وزحفت إلى أرض الملعب لمشاهدة المنتخب العراقي. على المستوى الفني للمنتخب العراقي فإنه يقدم واحدة من أفضل البطولات في الفترة الماضية نتيجة تواجد كادر تدريبي إسباني جديد يقود المنتخب الوطني العراقي، وبداية إحلال وتجديد
للمنتخب الوطني العراقي بعد نهائي بعد تصفيات نهائيات كأس العالم في قطر، وبالتالي نعم الكل مساند لهذا المنتخب في هذه البطولة، والمنتخب مساند نعم للجماهير بأن محمد لا يقدم له تسمعني. صورة فنية جميلة داخل أرضية الملعب تفرح هذه الجماهير التي تحضر المباريات. نعم زميلي محمد صبري، طبعا حقيقة نرفع لك القبعة بالتواجد في ملعب جذع النخلة وخاصة في البصرة لنقل ومشاهدة هذه المباريات والأحداث، وحقيقة احنا حاسديك موجودين بالقاهرة لكن حاسديك تواجدك بين أهلنا وناسنا في البصرة، وأيضا استقطاب الخليج لهذه المدينة الطيبة والصورة التي انتقلت من خلال الإعلام العربي بأن ارفع رأسك أنت عراقي ترحب بالضيوف مهما كانت النتائج من بداية البطولة إلى الأخير. احنا فوزنا الكبير هو بالجماهير وانضمام الخليج إلى أرضنا العراقية. أتساءل عن منتخبنا الوطني، لو كانت الأسماء من المحترفين حاضرة في هذه البطولة كيف كان ممكن أن تكون النتائج وكيف كان يمكن أن يكون شكل المنتخب الوطني؟ بداية الكل يعرف بأن المنتخب العراقي الآن لا يمتلك المحترفين بشكل كبير إلا بعض المحترفين الذين لديهم توقف في الدوريات التي يلعبون ضمنها مثل الدوري السويدي وبعض اللاعبين في الدوري القطري، وبالتالي لو أتى المحترفين المتواجدين في الدوريات العالمية الكبرى التي هي مستمرة في الوقت الحاضر لاختلفت الصورة لدى الجمهور الرياضي العراقي، لاختلفت الصورة الفنية المقدمة داخل أرضية الملعب، وبالتالي الآن الكل ينظر إلى المنتخب العراقي في بداية التكوين الجديد لجيل ذهبي آخر بعد الجيل عام 2007، الكل متضامن مع المنتخب مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لإنشاء جيل كروي عراقي جديد قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة. الاستحقاق الأقرب ما بعد خليجي 25 وهي بطولة غرب آسيا التي سوف تقام في دولة الإمارات الشقيقة، وبالتالي هذا الاستحقاق هو الاستحقاق أستاذ محمد الرسمي لو سمحت. الأول على المستوى القاري والإقليمي للمنتخب نعم. الوطني العراقي نعم. بقيادة تتحدث كاسس. أعد على موضوع الاستحقاقات الأخرى التي قد يحققها المنتخب العراقي ما بعد هذا الإنجاز المشرف الذي أثبت من خلاله قدرة المنتخب العراقي على المنافسة بشكل قوي خلال دورة خليجي 25. هل هناك شغف بالفعل سيكون للمنتخب العراقي خلال المناسبات القادمة في كرة القدم؟ بداية تحية لك. الكل يرى بأن المنتخب العراقي لو كان يخوض مبارياته على أرضه ما بين هذه الجماهير التي تحضر هذه المباريات لكان قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم في الدورات السابقة. الكل يعرف بأن المنتخب العراقي حتى في تصفيات كأس العالم الأخيرة في مونديال قطر لم يخوض أي مباراة رسمية في التصفيات على أرضه، وبالتالي مع تواجد هذا الجمهور مع تواجد هذه الروح لدى هذا الجمهور الشغف الكبير لتشجيع المنتخب العراقي لكان المنتخب العراقي أول الواصلين إلى نهائيات كأس العالم نتيجة الضغط الإيجابي الذي يقدمه الجمهور الرياضي العراقي للاعبين لتقديم مستويات عالية في المباريات. هذا جانب. الجانب الآخر الاستحقاقات المقبلة، هنالك بعض الأخوة الإعلاميين في دول الخليج من شاهد مباريات خليجي 25 والحضور الجماهيري قد طالب كأس الاتحاد الخليجي العربي بأن تكون البطولات المقبلة أيضا في العراق نتيجة هذا الحضور الجماهيري الكبير. نعم لحد إن شاء هذه الله يعني قبل المباراة النهائية نعم. وصل عدد المتابعين للمباريات داخل أرضية الملعب إلى أكثر من 500 ألف مشاهد. نعم هذا شيء مبشر وإن شاء الله يعني هذه هي البداية لانفتاح أكبر للعراق وأن يستضيف فرق أكبر ويعني مونديالات وبطولات رياضية على أرض العراق. كل الشكر لحضرتك الزميل الإعلامي المذيع والمعد والمقدم للبرامج الرياضية في القناة العراقية محمد صبري، شكرا.